ضيفي في هذه الحلقة رجل أعمال سعودي، عضو مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة شركة العامرية وشريك شركة ساني العامرية العالمية، الأستاذ بندر العامري. أهلا وسهلا، سهلا بك في برنامج الرواد فقط. أهلا وسهلا فيكم وفي قناة برنامج رواد فقط. أستاذ بندر، حدثنا عن بداياتكم بالعمل في مجال الاستثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الاستثمار كان مع والدي الله يحفظه محمد العامري، كان من أكثر تقريبا من حوالي 30 سنة أو 35 سنة. الوالد متخصص في العقار وتطوير العقاري، وأول برج بناه الوالد من أكثر من 40 سنة على طريق الملك فهد تقريبا، عبارة عن 13 دور تقريبا. وكنت دائم أحاول أني أنا أتعلم منه الكثير. وبعد في 2002 تقريبا استقليت بشركة خاصة لي أنا وابنائي، وبدينا في تطوير الأراضي الخام، بعد كذا تطوير المنازل. واليوم الشركة بفضل ربي من أكبر الشركات في التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، ولها مشاريع تقريبا في أكثر المدن في المملكة. نعم أستاذ بندر، شخصيات عديدة أثرت في حياتك ومسارتك العملية: الشيخ جدكم عبد الله بن علي العامري وعبد الله بن فهد ثنيان، ووالدكم الشيخ محمد بن عبد الله العامري. باختصار، كيف تشرح لنا هذا التأثر، وعن كل شخصية من تلك الشخصيات ماذا تقول؟ والله كل شخصية من هذه الشخصيات اللي عديتيها كان لها تأثير في حياتي. جدي عبد الله العامري كان رجل دولة 70 سنة، وكنت دائم كان تأمر في أكثر من منطقة، كان أمير منطقة، وكنت دائم أشوف كرم وشجاعة ومقابلة الناس وحل مشاكل الناس، وهذا أثر فيني ومساعدة الناس. أما بالنسبة لجدي عبد الله بن ثنيان، أثرت فيه من ناحية تأسيس الشركات والاقتصاد وحب الناس ورجال الأعمال له، وهو تقريبا من أوائل من أسس شركات الكهرباء والجبس مع خالد بن فهد، الغاز، شركات عديدة اليوم رائدة في المملكة العربية السعودية. أما إذا أتكلم عن والدي فهو كل شيء في حياتي، وهو هو من بنى بندر، هو من أثر على بندر، وهو من ساعد بندر، وهو من بعد توفيق الله جعل المستقبل للبندر، وحنا مشينا على سمعته الطيبة مع رجال الأعمال أو سواء مع الحكومة، تعلمنا منه الكثير. يعني حلقات وحلقات عشان أحكي لك عن محمد العامري إيش عمل فيني، فهو الأساس. وإلى اليوم يعني الله يطول عمره، عمره تقريبا 79 سنة، وترك مجال الأعمال من حوالي تقريبا عمره 60 سنة، إلى اليوم لا أعمل شيء بدون ما أخذ رأيه ومشاورته. حتى في السفر لا أستطيع أسافر حتى أخذ إذن منه سماح بالسفر. أستاذ بندر، تجربتك غنية في اللجان في غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية، حدثنا عنها. والله صراحة أنا بديت من تقريبا 2011 في غرفة الرياض، اللجنة العقارية، لجنة الإسكان، ويعني صراحة احتكيت برجال أعمال مثل الدكتور عبد الرحمن الزامل، كان يرأس الجريسي، كان يرأس هذه الغرف، وكان صراحة نشاط مع رجال الأعمال، وكان فيه وتعلمت الكثير صراحة من لجان الغرف وفي مجلس الغرف. واليوم أنا وصلت أني أرأس مجلس السعودي المصري، وصلت أنه أنا عضو تنفيذي في اللجنة العقارية. اليوم مجلس الغرف والغرف تختلف عن السابق، اليوم في دعم من القيادة الله يحفظهم، سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد، بدعم القطاع الخاص، ودعم القطاع الخاص عن طريق الغرف وعن طريق مجالس الغرف، والرفع بكل ما يؤثر على القطاع الخاص وشركات سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة. وهذا اليوم اللي خلانا يعني نتوسع في الاستثمار. يعني لو تكلمين تقريبا من 2010 اليوم تضاعفت استثماراتنا أكثر من 10 أضعاف بفتح المجالات، توسع مجالات الاستثمار.
أنا أقول لك إياه بكل أمانة، أنا من أول كنت أشتغل خارج المملكة، اليوم ما عندي ولا استثمار خارج المملكة، وعشان أكون صادق برج واحد فقط مع شعاع كابيتال في دبي المفروض أنه يكون جاهز 2020 أو 21 بس بعد الجائحة، وبعد كذا حتكون ما حيكون عندي أي استثمار في المملكة. بوجود الفرص اليوم الأجانب والشركات الأجنبية جالسة تدور فرص عندنا في بلدنا، فاليوم كيف حنا كرجال أعمال سعوديين أن نطلع برا؟ فالأولى بلدنا وتطوير بلدنا، وهذا ما نعمل عليه. واليوم حنا وصلنا إلى مشاريع الرياض، في جدة، في الشرقية، وصلنا مع توقيع مع وزارة الإسكان إلى 10,000 وحدة سكنية، تطوير أراضي ملايين الأمتار. اليوم عندنا عمل استثماري يعني الصراحة إعادة اللوائح، إعادة التنظيم، محاربة الفساد، إعطاء أولويات للشركات الرائدة ودعمها، كل هذا اليوم خلانا نستثمر في المملكة العربية السعودية. أنت عضو تنفيذي في اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، هل هناك استراتيجيات وخطط يمكن التحدث عنها في هذا المجال؟ والله اليوم عندنا أهم شيء استراتيجية اللي احنا اللي هي وضع التحديات نرفعها للمسؤولين، نرفعها للمجلس الاقتصادي لحل هذه التحديات لتسهيل ووضع بيئة استثمارية جيدة خاصة في العقار. اليوم العقار تواجه بعض التحديات، قادرين على حلها، قادرين على دعمنا من الحكومة بحلها. فاليوم القطاع العقاري كان في مؤتمر اليوم أفاق العقار في وكان برعاية معالي وزير الإسكان الداعم الأول صراحة لوضع لوائح جيدة، وضع لوائح لبيئة استثمارية في العقار جيدة، وكذلك محافظ هيئة العقار. اليوم عندنا مجموعة من الوزراء والمعالي صراحة داعمين في كل شيء، لأنه توجه اليوم القيادة ورؤية 2030 قاعدين نطبقها يعني لدرجة أن الحكومة صارت أسرع منا كقطاع خاص في تطبيق هذه الرؤية وحل وبحث المشاكل اللي تعيق. أنت ترأس مجلس إدارة شركة العاملية، كيف تتوافق هذه الشركة مع الرؤية، رؤية 2030، وما هي ملخص المهام والنشاطات التي تقومون بها؟ اليوم رؤية 2030 صراحة تحث على التوظيف، رفع ومشاركة في الناتج المحلي، الاعتماد على الاستثمارات في المملكة ودعوة المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة. وكان لنا توقيع من حوالي تقريبا سنتين أو ثلاثة مع أكبر شركة في التقنية والبناء ساني العالمية، وهذه شركة رائدة في العالم. اليوم فتحنا مصانع، كان أول مصنع في مدينة جدة، أكبر مصنع في الشرق الأوسط لتصنيع البريكاست. اليوم حنا قاعدين نتكلم مع شركات عملاقة ونستفيد منها، وسابقتنا في تجارب التقنية، سابقتنا في تجارب التصنيع، نحاول أن نضع لها رؤية استثمارية في المملكة لمشاركتنا ودعمنا في تطوير بلدنا واستثماراتنا. أستاذ بندر، تحدثت عن الاستثمار داخل المملكة، وأنت رجل أعمال أصبحت مهتم في الاستثمار داخل السعودية، هل هذا المنطق أو رجال أعمال الباقون أو القطاع الخاص أيضا حاز حزوك؟ يعني هل مستقبل الاستثمار في السعودية مشجع؟ القوانين الاستثمارية أيضا للأجانب هل هي مشجعة؟ اليوم صراحة يعني عندنا قوانين استثمارية وعندنا حماية للاستثمار، وعندنا اليوم أعتقد في مؤتمر الاستثمار الشركات اللي وقعت والشركات الأجنبية اللي رغبت في الاستثمار سواء بنوك سواء صناعية في كل الطاقة في كل المجالات، اليوم صارت الشركات الأجنبية تسابق الشركات السعودية على الاستثمار في المملكة. فرجال الأعمال، وحكم أنه أنا مجلس الغرف السعودية واحتكاكي كثير في أخواني كبار رجال الأعمال، جميع
متوجه لدعم الاستثمار في المملكة والاستثمار في المملكة، وكثير منهم استغنى عن الاستثمار في طيب ماذا عن دور الشباب في هذه الرؤية وفي مجال الأعمال والقطاع الخاص؟ هل هناك استثمار في طاقة الشباب وحثهم على الابتكار والإبداع والإنتاجية؟ هم الأساس الشباب اليوم، يعني تراني أنا شاب ما زلت يعني، فهم الشباب اليوم الأساس، واليوم يعني قائدنا شاب. من ترى حتى حنا لو كنا كبار بس نحن حنكون شباب مثله، عشان نقدر نلحق على التغيرات والسرعة اللي هو أصلا قائدنا فيها. فاليوم حنا نشتغل لتدريب الشباب، ابتعاثهم. اليوم عندي أنا ابتعاث في الشركات تبع شركة جدول توقيع اتفاقية بتدريب الشباب في مجال التقنية في الصين. اليوم شبابنا متفوق في أمور كثيرة، وأنت شايفة اليوم أنا عضو البي 20، وشايفة أنت كيف نجاح قيادتنا وقيادة الجي 20 ودول العالم، ومين قام فيها إلا الشباب على رأسهم أيدي سمو ولي العهد. طيب إذا أردنا أن ندخل في اتفاقيات التي نتجت عن مبادرة الاستثمار مستقبل الاستثمار في السعودية، في اتفقتوا مع شركة ثاني مثل ما قلت هلأ من شوي على موضوع توطين الصناعة التقنية، شو هي تفاصيل هذا الموضوع وشو يعني توطين الصناعة؟ اليوم ثاني من أكبر الشركات المصنعة وعندها تقريبا أكثر من 16 معدة بالعالم، توزعها استثماراتها تجاوزت 68 مليار ريال. اليوم اتفقنا معاهم أنه نبني مصانع في السعودية لتصدر للشرق الأوسط، ويكون التصدير الشرق الأوسط عن طريق السعودية، وهم يمدونا بالتقنية وحنا جاهزين. اليوم عندنا الصندوق الصناعي داعم، عندنا معالي وزير الصناعة والنائب أو معالي النائب بندر الخريف الوزير والنائب أسامة الزامل داعمين لترقية أو حضار الشركات المصنعة، دعم الصندوق الصناعي، دعم الشركات السعودية وحثها على التصنيع والتصدير. اليوم حنا فكرنا غير، حنا كنا نستورد معدات، نستورد كل شيء. اليوم لا، فكرنا أن نصدر وليس الاستيراد. طيب أستاذ بندر، شركات السعودية الأجنبية بسنة 2018 تجاوزت 55 مليار دولار استثمارات، شو هي الأرقام الحالية اليوم وأين يتجه هذا القطاع من حيث أنه أيضا ما هي البيئة الاستثمارية الملائمة؟ والله أنا بصراحة اليوم أقول لك اليوم البيئة الاستثمارية ملائمة في كل القطاعات، في الصناعة، في العقار، في التجزئة، في الصحة، في كل شيء. اليوم الصناعات الغذائية، اليوم الدولة تساعد، برامجها تساعد كل المصنعين وتساعد لإحضار أي شركات رائدة في مجالات الصناعات. اليوم ما عندنا عائق، اليوم العائق الوحيد هو أنفسنا. إذا قدرنا نتماشى مع القيادة والحكومة وتوجهها بجذب الاستثمار وجذب الصناعات وأن نكون دولة مصدرة، اليوم حنا قادرين، لأنه الآن كل الأمور قاعدة يعني كل اللوائح، كل الأنظمة تشوفي تقريبا صار كل شهر عندنا نظام يتغير في 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 الاستثمار، نعم، تعديل للأفضل. اليوم الصناعات وزير شاب جديد هو من أهل الصناعة، العقار وزير شاب من أهل العقار. اليوم ما عندنا عذر صراحة إلا أنفسنا إذا حنا تأخرنا عن دعم الدولة ومواكبة الدولة في سرعة لتطبيق وتنفيذ رؤية 2030. أستاذ بندر، سنشاهد معا هذا الفيديو الذي يحكي عن آخر مشاريعكم في شركة العمارية للتطوير العقاري، ومن ثم نسألك عن تلك المشاريع. انطلقت شركة العامرية للتطوير العقاري وبالشراكة مع مصرف الإنماء بتطوير تلال الشروق اللوجستية لدعم وإمداد قدرات المستقبل لمملكتنا الحبيبة، كونها تعتبر بوابة
تربط بين قارات العالم الثلاث. إمكانيات ضخمة لوطن يقع على ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، فهي نواة التجارة للعالم القادم، والعاصمة الرياض هي نواة النواة، حيث يحدث هذا التغيير نمطا جديدا للتفكير ويطلق معه مشاريع ملهمة يتم تنفيذها بالتزام وطني نحو غد مشرق. ولمواكبة مسيرة التقدم أصبح من الحكمة إنشاء مركز ذكي لخدمة الأعمال والحركة التجارية والحلول اللوجستية المبتكرة. فمن وحدة الطاقة البراقة تنطلق أشعة تربطها بمدينة الرياض عبر الطرق السريعة، كما تؤمن سهولة الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والخطوط الحديثة لمترو الرياض، فضلا عن موقعها المثالي، حيث تتألف المدينة من أربعة أقسام هي: مستودعات وورش صناعية، منطقة تجارية حرة، وسكن للعاملين بالمشروع، كما يتخللها الطريق السريع الذي يزود كامل المدينة بسلالة في حركة المرور لتكون القيادة تجربة ممتعة. كما تستخدم تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتغطية الواي فاي الشاملة والربط المباشر بين كاميرات الأمن والجوالات وأجهزة الخدمة والحماية المدنية مع وحدة التحكم المركزية التي تسهر لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ. تتمتع تلال الشروق ببنية تحتية متطورة تنعكس على أساليب التخزين المتنوعة، فتهيئ ما يقارب 60,000 فرصة وظيفية من الطاقات الواعدة المتخصصة من عمال وفنيين وموظفين مدربين للتعامل مع أحدث الأنظمة الصديقة للبيئة لتتماشى مع رؤية الوطن المستقبلية 2030. ويهدف المشروع إلى تحقيق أعلى معايير الخدمة اللوجستية على مستوى العالم لإنعاش مدينة الرياض برفع الضغط الهائل عن طرقها، باستيعاب ما يفوق 6 ملايين متر مكعب من الحمولات التخزينية وتسخير الذكاء الاصطناعي في إدارة حركات الشحنات لتأمين أقصى قدر من الحماية للمواد التخزينية، وتطوير نمط الحياة للقوى العاملة المنتجة ببنيتها التحتية المتينة والمتطورة والإمكانيات الضخمة التي تعزز الثقة. أستاذ بندر العامري، كما شاهدنا في هذا الفيديو حول مشروع جديد تحت مسمى شركتكم، حدثنا أكثر عن تفاصيله وكيف أتت المبادرة. هذا مشروع اليوم منطقة الرياض كثير من الصناعيات داخل المدينة والورش داخل المدينة، فطبعا كان فيه تنسيق عالي مع الأستاذ عبد المحسن فارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنمة بدراسة، تقدمنا بدراسة الأرض موجودة عند شركة العامرية، تقدمنا بدراسة في شرق الرياض على أرض 3 مليون متر، أن اليوم ننقل هذه الورش والمستودعات لداخل مدينة الرياض ونضعها على حدود شرقية لدخول مدينة الرياض أو مدخل مدينة الرياض. وطبعا لما تقدمنا للبنك أعجب في هذا المشروع ودراسته، واليوم عرضناه على سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وأعجب وقدم كل الدعم لهذا المشروع سواء عن طريق الوزارات أو الأمانات، أنه المشروع هذا ينجز بأسرع وقت ممكن لأنه يخدم مدينة الرياض. اليوم حتى التفكير عندنا وأيد السمو هذا الكلام أنه نحاول أنه قطارات أو قطار الشرقية حق البضائع أنه نضع له محمل العامرية بعض المحطات وترتيب سكة حديد لهذه البضائع أنه تخدم المشروع. اليوم حنا اليوم المنطقة هذه أصدرت الهيئة الملكية لمنطقة الرياض أنه تكون منطقة لوجستية وعلى حدود الشرقية للرياض، فاستغلينا
البورصة وبتحديد المنطقة من الهيئة الملكية وتطويرها زي ما شفتي أنت في الفيديو ومشاهدينك على أعلى مستوى وعلى أعلى مية، وإن شاء الله هذا المشروع خلال 5 سنوات يكون موجود على الأرض بإذن الله. أستاذ بندر، على صعيد آخر، أنت ترأس مجلس الأعمال السعودي المصري، شاهدت لك فيديوهات سابقة عن استثماراتك في مصر، وكان هناك إشكاليات، ولكن رئيس السيسي قام بحلحلة القوانين التي تساهم في تشجيع الاستثمار العربي. هل السعودية استثمارات في مصر، وماذا على الصعيد الخاص؟ بالنسبة للاستثمارات السعودية المصرية، تقريبا هي أقوى وأكبر استثمارات بجمهورية مصر الشقيقة، وهذا كان دعم الأخوان الأشقاء في مصر من أيام، تعرفين العلاقة اليوم السعودية والمصرية، قيادتنا تقول إذا بتستثمروا خارج المملكة استثمروا في هذه الدول الشقيقة. فكانت مقابلة لي مع الرئيس، فخامة الرئيس السيسي، عام 2014 مع وفد من رجال الأعمال، وكان عندي ملاحظة لما تكلم، قال أنتم السعوديين تستثمرون في أوروبا وتأخذون عوائد 5%، المفروض تجون عندنا في مصر نعطي عوائد 15%. كان ردي عليه قلت له يا طول العمر اليوم حنا نستثمر 5% واستثمارنا حر ونقدر نطلعه في أي وقت ولا في أحد يتعدى عليه. اليوم في القوانين في مصر ممكن أفقد استثماري في أي لحظة، وغير كذا أنت اليوم ما تقدر حتى الاستثمار تطلعه خارج مصر، وهذا من الصعب أنه أنا اليوم أستثمر فلوسي في طريق ما أعرف حترجع لي ولا ما حترجع. فأنا تفاجأت صراحة بصراحته، قال صحيح معك وأنا أتفق معك، وأعطوني فرصة من 3 إلى 4 سنوات حتشوفون قوانين استثمارية أخرى، حتشوفون دعم للاستثمار. يعني صراحة أنا رجعت في 2018، اللي شفته في مصر خلال هذه ال4 سنوات لم أشاهده في أي دولة. طور في الاستثمار، في لوائح الاستثمار، من الاستثمارات الأجنبية اللي موجودة دخلت مصر، من المدن اللي موجودة، من الطرق، من بناء البنية التحتية. يعني صراحة عجبت كثير فيها، فكان توجه صراحة أنه يعني 2018 أو 2019 بعد ما ترأست المجلس السعودي المصري، كان التوجه عندنا في المجلس أنه ننمي هذه الاستثمارات بين البلدين، وأنه صراحة في عوائق للمستثمرين السعوديين ومشاكل. يعني كانت في الأخبار في النشر الرئيسية بعد مقابلة رئيس الوزراء، تكلموا في أخبار المصرية أنه في مشاكل يواجهها السعوديين ويجب أنها تنحل. واليوم الاعتراف بالمشاكل والأخطاء هو اللي ساعدنا اليوم أن نحل كثير من المشاكل في مصر مع فخامة الرئيس ومع رئيس الوزراء. كان صراحة في دور كبير للدعم من قيادتنا الله يحفظهم، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، بأنه اليوم الحفاظ على هذه الاستثمارات السعودية، كذلك دعم صراحة باستمرار في كل الأوقات سعادة السفير أسامة نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر، يتابع بكل لحظة على استثمارات هذه السعودية ومحاولة حلها معانا بكل الطرق، واليوم وصلنا إلى حد أكثر شركة. أستاذ بندر، كلمة أخيرة توجهها لصغار المستثمرين، أو نصيحة أو رسالة من خلال مسيرتك وتجربتك العملية. والله أنا صراحة دائم المستثمر الصغير هو هاجس الدولة وهاجسنا حنا، واليوم حنا نتعامل مع شركات صغيرة من الباطن. اليوم للأسف بعض الشركات ليس لديها تنظيم مالي وظيفي، فأتمنى اليوم الفرصة والدعم اللي تقدم الدولة من استشارات ومن تدريب ومن دعم مادي أنهم يستغلون الشركات الصغيرة والمتوسطة. اليوم حنا جاهزين لدعمهم كرجال أعمال وكشركات كبيرة، وجاهزين تنمية هذه الشركات، ولكن يجب أنه يكونون قويين من الداخل ويكونون
حاسبين حساباتهم صح عشان يقدرون ينجحون ويوصلون خطوات صحيحة ما يتأثرون أو تبان لهم مشاكل أو تطلع لهم مشاكل في المستقبل. أستاذ بندر العامري، أنا أشكرك رئيس مجلس إدارة شركة العامرية للاستثمار، شكرا لوجودك معنا في برنامج للرواد فقط. شكرا أختي على إتاح الفرصة لمشاهدينك، وأنت دائما متألقة ومتميزة، شكرا لك. شكرا شكرا.